Let's go. صباح الخير عليكم أينما كنتم على أرض الله الطيبة. يا رب يكون يومكم جميل وسهل ويا رب يخلص وانتم مبسوطين. أهلا بكم في صباح الجيمينج، برنامجكم الإخباري اليومي عن كل ما يخص عالم الفيديو جيمز. قبل ما نبدأ برجاء تعملوا لايك على الفيديو لو عجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تتابعوا محتوى القناة أول بأول. أول خبر معنا هو عودة الحياة لفورتنايت من جديد بعد أن قام التحديث الأخير بجذب أكثر من 4 ملايين لاعب في نفس الوقت. جدير بالذكر أن تيمة التحديث الجديد هو العودة لفورتنايت الأصلية وأول خريطة من اللعب، وليبدو أنها حمست اللاعبين السابقين وأيضا حمست اللاعبين الجدد الذين لم يختبروا فورتنايت في أوائل أيامها. على سيرة الألعاب الخدمية وعلى عكس التقارير السابقة، يبدو أن العمل على جزء الفاكشنز من The Last of Us مازال مستمر وفقا لتويتة من فينيت أوفرجوال، لخبطت الاسم أكيد، المخرج في نوتي دوغ. ده ما كانش في وسط حوار أو إعلان رسمي، ولكن في طي تويتة احتفل بها المخرج بتختيم سوبر ماريو واندر وكأنه يعلم أنه سيسأل. قال أيوة إحنا بنعمل على اللعبة. ده خبر ظريف الحقيقة. مرة أخرى يا أصدقائي، تظهر لعبة تعتمد ألوان لأزرار السويتش مثل يد تحكم السوبر نينتندو، وهو ما جعل البعض يفسر الأمر بأن جهاز نينتندو الجديد سيسمى السوبر نينتندو سويتش وأنه سيأتي بأزرار ملونة. المرة دي هي لعبة مغمورة اسمها فاشن دريمر، ولكننا رأينا نفس الأمر في ماريو آر بي جي وأيضا بيبر ماريو وغيرهم. قد يكون الأمر مجرد صدفة، ولكن ده لا يمنعنا من التكهن. اسم السوبر نينتندو سويتش منطقي جدا، وإن يلون زرايره قد يتبع التسمية. وبكده وصلنا لنهاية جولتنا النهاردة. أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بيها وأنكم تكونوا قضيتوا وقت لطيف معايا. يا رب نهاركم يكون أبيض وجميل. نشوفكم على خير في الفيديوهات القادمة بإذن الله.